لم نشاهد أي خرق، لم نشاهد أي تغيير ملموس حقيقة في قرار الطعون، ما شاهدناه هو مطابق حتى هذه اللحظة. كانت هناك انسيابية عالية ما بين مراقبين الكيانات وبين المفوضية، هناك انسجام عالي جدا في نقل الأفكار، نقل المعلومات بصورة شفافية. هذا ما شاهدناه نحن كمراقبين دوليين عما يجري داخل هذه القاعات. الإجراءات التي تباشرت بها المفوضية هي إجراءات سلسة وتسير بانتظام، وتم دعوة المراقبين الدوليين وبحضور الأمم المتحدة والقنوات الفضائية. لم يتم تشخيص أي معوقات لحد الآن، وسنستمر في هذه العملية اليوم وغدا وإلى أن يتم إكمال جميع الطعون الانتخابية وإجراءات العدوى الفرز اليدوي.